السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب في السودان. بعد التطورات التي حصلت في الأسابيع الماضية وتحديدا في المناطق الجنوبية من العاصمة الخرطوم، عندما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على ولاية الجزيرة ودخولها مدينة ود مدني، بدأت تهدد الولاية التي تقع إلى الجنوب من ولاية الجزيرة ألا وهي ولاية سنار. إلا أن قوات وزارة الدفاع والجيش السوداني بدأت بإرسال المزيد من التعزيزات لهذه الجبهات الجنوبية من العاصمة الخرطوم لمنع انهيارها وسقوطها بيد قوات الدعم السريع. وتمكنت قوات وزارة الدفاع من السيطرة الكاملة على مدينة الأبيض، وطرد قوات الدعم السريع إلى خارج مدينة الأبيض في المناطق الغربية من هذه المدينة. بعد ذلك تندلع اشتباكات جديدة قامت بها قوات الدعم السريع عندما بدأت تهدد مدينة بابا نوسا، وبابا نوسا تقع في المناطق الغربية من ولاية جنوب كردوان. لماذا تهاجم قوات الدعم السريع هذه المدينة؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله خلال هذه الدقائق. مدينة بابا نوسا تعتبر مدينة مهمة جدا في المناطق الغربية من ولاية جنوب كردوان، والآن هناك محاولات جدية من قبل قوات الدعم السريع للسيطرة على هذه المدينة وطرد الفرقة 22 التابعة للجيش السوداني خارج هذه المدينة. لماذا تحاول الآن قوات الدعم السريع السيطرة على هذه المدينة؟ لو نلاحظ خريطة جنوب كردوفان، يوجد في جنوبها عدد من حقول النفط وآبار النفط في المناطق الجنوبية من ولاية جنوب كردوفان، ويبدو واضحا أن غاية قوات الدعم السريع هي أن تسيطر أولا على مدينة بابا نوسا، وبعد ذلك تندفع إلى المناطق الجنوبية من ولاية جنوب كردوفان من أجل السيطرة على حقول النفط التي تتواجد في جنوب هذه الولاية المهمة والاستراتيجية في المناطق الجنوبية من السودان. إذن غاية قوات الدعم السريع هي السيطرة على جنوب كردوفان وعلى حقول النفط المتواجدة في هذه المدينة. ولكن السؤال هو الآن، ما هي الخطوة المقبلة وما هي ردود أفعال الجيش السوداني؟ هل ستترك حقول النفط عرضة لهجوم قوات الدعم السريع، أم ستقوم بتعزيز هذه الجبهة ومنع سقوط هذه الحقول وكذلك سقوط مدينة بابا نوسا؟ هذا السؤال نترك إجابته للأيام والأسابيع القليلة المقبلة إن شاء الله. إذن هذه آخر تطورات القتال الذي يجري في المناطق الجنوبية من العاصمة الخرطوم وتحديدا في ولاية الجزيرة وولاية شمال كردوفان، والآن القتال يجري في ولاية جنوب كردوفان وتحديدا المناطق الغربية من كردوفان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.